يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية؟ وإذا كان عندي في البيت فكيف أتصرف بها؟ القرآن لا يليق أنه يعلق على الجدران أو على السيارات أو على القرآن، يبقى في المصحف وفي الصدور، يحفظ في الصدور وفي المصاحف، ولا يعلق يكتب على الجدران، لأن هذا عرضة للامتهان، عرضة للامتهان، ولأن هذا قد يؤول إلى سقوط المعلق والدوس عليه، أو يكون المحل غير لائق بالقرآن، المحل يكون فيه معاصي ويصير فيه نميمة وغيبة وشر، والقرآن معلق فوق رؤوسهم. فهذا والصحابة والسلف ما كانوا يعملون هذا العمل، ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران ويزينون به الجدران، إنما كانوا يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في مصاحفهم ويعملون به ويتلونه، أما أنه يتخذ للتعاليق، وقد يكون تعليقه لاعتقاد فاسد، يعلقه لأجل يكون حرز لأهل البيت أو حرز للبيت أو للمحل ما يسرق، أو هذا اعتقاد فاسد، هذه تمايم تصير. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالحاصل أن هذا عمل غير مناسب للقرآن، ولا يعلق القرآن.